ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده تخزين البسله من السنه للسنه، وهتبقى بالخضار اللي انتوا شايفينه ده، وانا مخزناها برضو اهو. بصوا خضره ازاي وجميله، يعني انا وريتها لكم اهي، ما عملتها ووريتها لكم برضو وهي محطوطه في الفريزر، هتفضل بنفس خضرها كده. يلا بينا بقى على الطريقه. اول حاجه جبت البسله اهي، طبعا فصصتها وغسلتها كويس جدا، وعندي بقى حله حطاها على النار اهي. هحط بقى معلقه ملح ممسوحة، وهحط معلقة سكر. معلقة سكر دي بقى هي اللي هتحفظها من السنة للسنة، هتحفظها لأطول وقت، ممكن عندكم كمان أكتر من سنة كمان. وأقلبها بقى كويس جدا كده، وهنزل بقى بالبسلة كده اهو، أهي تتسقط جواها كده. لو عندك انت المصفى دي تمام، ما عندكيش حطي البسلة على طول على الحلة، وبعد كده صفيها بأي مصفى عندك، بس لو عندك دي يبقى احسن، حلوه عشان ما تتعبكيش، تبقى سهله عليك اهي. هسيبها بقى كده تاخد ايه، قلبه بس كده، تاخد غلوه معانا. اول ما لونها يخضر كده انا نطفي عليها على طول. كده اخضرت معانا خالص اهي، نطرت الخضار بتاعها. هاخدها بقى لوقتي ونشوف مع بعض هنعمل ايه. عندي بقى ميه متلجه اهي فيها قطع تلج اهي، انزل بيها بقى واسيبها بقى شويه كده اهو في ميه متلجه اهي، تاخد بس صدمه كده اهي، وهصفيها بقى، هصفيها معاكم كده. صفيتها خالص اهي، هسيبها بقى تبرد، هسيبها تبرد خالص اهي، هسيبها بقى تبرد خالص وهنشوفها مع بعض. كده بردت خالص معانا، وحطيت الجزر عليها مقطعاه مكعبات، ما رضيتش احطه وهي بتاخد غلوه عشان يفضل محتفظ، وهو اصلا كده كده ما بياخدش سوى يعني، فقلت ايه احطه في الاخر يعني اهو، واكيسها بقى على قد الطاقه اللي انتوا عايزينها اهي، عشان تبقى جاهزه على طول على التسبيك. هكيسها بالمنظر ده كده اهو، وهعملها بقى كده اهو عشان ما تاخدش مكان عنها خالص في الفريز اهي، وهعمل بقى كله كده. انا كده كيستها كلها اهي على قد الطاقه اللي هناكلها اهي، يعني انتوا كيسوها براحتكم، وهنعملها بقى كده عشان ما تاخدش مكان في الفريز عندي. بصوا خضره وجميله ازاي، جميله جدا اهي، يعني ان شاء الله هتعجبكم وجربوها. بصوا بقى انا كنت شايله في الفريز عندي، بصوا خضرها جميله ازاي، كنت شايله عامله كميه برضو عندي اهي، بس قلت برضو اوريها لكم، يعني حتى مهما تقعد في الفريزر هتفضل بخضرها كده، جميله جدا 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 وهتعجبكم. ويا عجبكم بقى الفيديو ما تنسونوش في الاشتراك واللايك عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله.